الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فاللهم ببركة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم جزيه عنا أفضل ما جزيت به شيخا عن مريديه. اللهم بارك في كل فقرائه وفي كل من تعلق به يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة وارحمهم رحمة عامة. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، بإذن الله تعالى سوف نتوقف هذه الليلة المباركة مع حكمة أخرى من حكم مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري رضي الله تعالى عنه، إذ يقول فيها: من لم ينسلخ عن وساوس النفس صارت ظلمة الفصل إلى قلبه، فقطعت عنه مدد الروح، فكان جزاؤه هذا فراق بيني وبينك. من لم ينسلخ عن وساوس النفس صارت ظلمة الفصل إلى قلبه، فقطعت عنه مدد الروح، فكان جزاؤه هذا فراق بيني وبينك. فالنفس هي من أكبر القواطع عن الله تعالى كما قال جميع أهل الله، ولا تزال بالمريد تسرح به في شهواتها وتبحر به في نزواتها حتى تهلكه. ومن أشد أسلحتها القاتلة الوسوسة، فهي الباب الأعظم لدخول الظلمة على القلب. لذلك سيدنا الشيخ يركز في هذه الحكمة على أهمية صرف ومجاهدة هذه الوسوسة عندما تهجم على قلب المريد، حتى لا تسلبه هذا النور المتجلي عليه من حضرة الروح. فمن لم يطفئ نار الوسواس بماء المجاهدة يوشك أن تحول قلبه رمادا. والشيخ في هذه الحكمة يدعونا إلى الانسلاخ عن وساوس النفس حتى نستجلب مدد النور المتنزل كما قلنا من سماء الروح، وذلك بمجاهدتها وعدم الاستماع لها وعرض خواطرها على صريح العلم، حتى تتهذب النفس وتتطهر فتنسلخ من البشرية إلى الروحانية. فربما نثرت عليك الروح بعض أسرارها، فتثور النفس بوساوسها تريد العودة بك إلى حيث تظهر سلطتها عليك. وذلك أن النفس له وجه قابل لكل نقص ووجه آخر قابل لكل كمال، فإذا رفع الحجاب الأول بين الروح والنفس انطبعت عندئذ بعض الكمالات الروح في مرآة النفس، فيبقى الجانب الظلامي فيها يسعى ويقاوم بكل ما أوتي من قوة لعله يحافظ على بقاء النفس ووجودها. لأنها إذا غلبت الروح ترقى العبد وذهب مسمى النفس منه، وذلك لأن كل من النفس والعقل والقلب والروح والسر هم شيء واحد، إنما فقط يختلفون أو تختلف معانيهم حسب الإدراك والذوق، ويتسمى المرء بالذي يغلب عليه. ولقد وصف شيخنا رضي الله تعالى عنه وصف جامعة للتخلص من وسواس النفس وشرورها عندما قال في حكمة أخرى من حكمه: إنما تزكية النفوس بنسيانها أمام شهود القدوس. فكأنه يرشدنا إلى حقيقة الإخلاص التي تنتفي معه رؤية النفس، فإن جرى على يديها الإحسان غلب عليه شهود المنة وانطرح على ساحة الشكر كما جاء في السنة، وإن جرى عليها الإساءة غلب عليه شهود الحكمة فعاد إلى الاستغفار والسكون في عش الافتقار والتسليم لمجاري الأقدار. وقد يراد بالنفس هنا المريد بكل
جوانبه جميعا، لكونه محجوبا بحسه مغلوبا بشهواته، ويراد بالروح الشيخ المربي الذي أصبح روحا خالصة لا شائبة للنفس فيه، لكونه تتلاشى في أنوار، لكونه تلاشى في أنوار القدس فصار سرا من أسرار الحضرة. فتكون بذلك الموانع التي تمنع مدد الشيخ على المريد هي تلك الشكوك والأمراض التي تنخر صدقه وعزمه، تنخر صدقه وعزمه وهمته، فتلك هي وساوسه. وبالتالي يفقد المريد الطربة الخصبة التي هي أساس التلقي وأجلى مظاهرها التسليم للروح، لذلك سميت الوساوس بظلمة الفصل، لأنها تفصله عن الوصول أو تفصله عن 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 نور الوصل. فإذا لم يحاربها المريد بالذكر والصدق والمحبة أخذته إلى بؤس الفراق والحرمان من الطلاق. ومن أجل هذا قيل وقال جميع أهل الله تعالى: خطأ الشيخ أفضل من صواب المريد، خطأ الشيخ أفضل من صواب المريد. فهذه القاعدة اعتمدها جميع أهل الله تعالى في التعامل مع الشيخ، حتى المريد لا يبقى مع ظواهر الامتحانات التي تصدر من ظاهر الشيخ، لأن الشيخ هو حضرة كاملة تظهر في كل لمحة ونفس بمظهر خاص وبعلم خاص وقد تظهر بحجب كلها. فلذلك الخاسر الوحيد هنا سيكون هو المريد إذا لم يراقب قلبه مع هذه الحضرة الجامعة. فكما قالوا خطأ الشيخ أفضل من صواب المريد، وذلك حتى يكون المريد عن نفسه مقطوعا بالكلية، حتى يكون أهلا لاستقبال الأنوار والأسرار النازلة من قلب شيخه إلى قلبه، فتنصبغ نفسه بحقيقته، أي بحقيقة هذا الشيخ، فتتحول ظلمة الفصل فيه إلى أنوار الوصل. وفي هذا المعنى يقول سيدنا ابن عجيب رضي الله تعالى عنه: الاعتراض على المشايخ، يعني المقصود هو الاعتراض القلبي، موجب للبعد عنهم، والبعد عنهم موجب للبعد عن الله تعالى، فلا وصول إلى الله إلا بالوصول إليهم مع التعظيم والاحترام. سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. فهذه حكمة من حكم مولانا ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. فالواجب إذن على المريد إذا كان بين يدي الشيخ السكوت والتسليم والاحترام والتعظيم، إلا أن يأمره بالكلام فيتكلم بآداب ووقار وخفض صوت، فإذا رأى منه شيئا يخالف ظاهر الشريعة فليسلم له ويطلب تأويله، فإن الشريعة واسعة لها ظاهر وباطن، فلعله على ما لم يفهمه المريد. وكذلك الفقراء لا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم إلا ما كان محرما مجمعا على تحريمه، أي الفقير لا ينبغي أن ينكر على الفقير إلا إذا رأى شيئا محرما مجمعا على تحريمه ولا تأويل فيه، كالزنا يعني كالزنا أو اللواط أو ما اختلف فيه ولو خارج المذهب فلا ينكر. أما ما اختلف فيه فلا ينكر عليه ولو خارج المذهب، وكذلك ما فيه تأويل، هذا إن صحت عدالته، فقد قالوا إن صحت عدالة المرء فليترك وما فعل. وتأمل قضية شيوخنا سيدي عبد الرحمن المجدوب رضي الله تعالى عنه في مسألة الثور الذي أمر الفقراء بذبحه، فلما ذبحوه تبين أنه كان صدقة عليه، وكذلك غيره من أرباب الأحوال. وهذه القصة هو أن سيدنا عبد الرحمن المجدوب كان في سياحة مع فقرائه، فوجد وقد اشتد بهم الجوع والعطش، فوجد عجلا مربوطا عند شجرة، فأمر فقراءه بذبحه وسلخه وأكله، فقاموا بهذا الفعل. فبعد مدة جاءت امرأة تبحث عن هذا العجل وتقول لهم: أين العجل الذي كان مربوطا هنا؟ فقالوا لها الفقراء:
اذهبي عند الشيخ واسألي. فعندما جاءت عند الشيخ قالت له: كان عندي عجل هنا منذ كان صغيرا وأنا أربيه من أجل أن أهبه هدية لسيد عبد الرحمن المجدوب. فقال لها: أنا هو عبد الرحمن المجدوب، يعني هو عرف أن هذا ملكه ويتصرف فيه. فلذلك الإنكار على أرباب الأحوال يلتمس لهم أحسن المخارج، فإن أحوالهم خضرية، يعني من سنة سيدنا الخضر عليه السلام. وما رأينا أحدا أولع بالإنكار فأفلح أبدا، وما رأينا أحدا أولع بالإنكار فأفلح أبدا. فهذا الكلام كله لسيد أحمد بن عجيب رضي الله تعالى عنه. وبالجملة فقطع وساوس النفس موجب لحصول مدد الروح، والبقاء مع خواطرها الدنية موجب للطرد والبعاد. لذلك اقطعه قبل أن يقطعك، اقطعه قبل أن يقطعك، اقطعه قبل أن يقطعك، والله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا، وأن يداوي علننا وأمراضنا بأنوار القدم، وأن يبارك في جميع الفقراء والحاضرين وجميع أهل الله المباركين، وأن يبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.